مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. هذه الشروق نيوز، وهذا كلام مباشر على المباشر في عدد جديد، ومع بداية أسبوع جديد وأخبار جديدة وتحاليل جديدة ومعلومات جديدة. إن شاء الله دائما تكون معلومات جديدة وصادقة. المهم اليوم سوف نتحدث عن مواضيع كثيرة. نبدأ بوزارة الخارجية التي أعلنت في بيان لها تفاصيل إعادة فتح السفارة الجزائرية في أوكرانيا في العاصمة كييف. كنا شاهدنا جميعا الحوار الذي أدلى به الرئيس عبد المجيد تبون للصحافة الوطنية. هذه سفارتنا في كييف أغلقت طبعا بسبب الحرب، ولكن البيان تاع وزارة الخارجية يقول بأنه تم إعادة فتحها اليوم دفاعا عن المصالح الخارجية، المصالح الوطن، وأيضا مصالح المواطنين أو الجالية الموجودة في كييف وفي أوكرانيا عموما. كان حوار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لما سئل عن زيارته إلى روسيا، إلى موسكو في مايو المقبل، قال سوف نعيد فتح سفارتنا في كييف. يعني الرئيس سئل عن زيارته إلى موسكو، أجاب سنعيد فتح سفارتنا في كييف. هنا عندها أكثر من دلالة. الدلالة الأولى أنه الجزائر تقف موقفا محايدا وحقيقيا من الأزمة التي أو من الحرب التي تقع والتي مرت عليها سنة كاملة. موسكو تسميها عملية عسكرية خاصة وقضاء على النازية، أوكرانيا تسميها حرب عشوائية تقودها ويقودها فلاديمير بوتين، الغرب يضخ الأسلحة والأموال ويفرض عقوبات كبيرة على روسيا. في كل هذا الجزائر تريد أن تقف ليس موقف المتفرج، لكن الفاعل الدبلوماسي الذي له صوت وصوت حقيقي، صوت محايد. لذلك في الحوار نتاع رئيس الجمهورية لما قلت سئل عن زيارتي إلى موسكو قال الأمور حتى الآن نخلوها لأوانها، ثانيا سنعيد فتح سفارتنا في كييف، علاقتنا مع أوكرانيا جيدة، علاقتنا مع موسكو قديمة ومعروفة، ليس سرا القول أن الجزائر وموسكو حليفان، علاقتنا مع الغرب ومع أمريكا علاقة جيدة رغم دخول بعض المحرضين والمتربصين والذين يحاولون الصيد في المياه العكرة. في كل هذا هنالك قاموس خاص بالجزائر، قاموس تمتلكه الدبلوماسية الجزائرية، وأستطيع القول بأنه قل ما تجد دولة الآن تستعمل بعض الكلمات. مثلا في الحوار شفنا أن الجزائر أو الشعب الجزائري يرفض الانبطاح. شوفوا كلمة الانبطاح وحطوا تحتها ثلاثة أسطر أو سطرين، باش ما نقولش ثلاثة أسطر. سياسة الانبطاح هذه هي موقف دبلوماسي أن الشعب سيد والدولة سيدة قرارها، وبالتالي نرفض الانبطاح. قبل أسبوع رئيس عربي أدلى بتصريح، نظن بيان، تعرفوا باللي فلسطين المحتلة تشهد عمليات إجرامية للمحتل الصهيوني في نابلس، في غزة، في كثير من المناطق، في الأقصى أيضا. فالرئيس العربي قال في بيان ووقعه باسمه أن الدولة الفلانية، مش ما نقولش الدول يعني أسماء، الدولة الفلانية ترفض اقتحام الأقصى، ترفض ما قام به الاحتلال الصهيوني من اقتحام الأقصى. في 24 ساعة، في أقل من 24 ساعة، وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال أصدرت بيانا قالت فيه على هذا الرئيس العربي أن يختار كلماته بدقة إذا أراد أن نساعده وندعمه. يعني شوفوا وين وصلت الأمور، أن الاحتلال لا يختار فقط لك مواقفك، وإنما يختار حتى الكلمات التي تختارها للدفاع عن سياساتك. فعندما يخرج الرئيس الجزائري ويقول وهو واثق من كلامه ومن سياسته بأننا نرفض الانبطاح، فهذه مسألة
إن رآها البعض بسيطة، صدقوني هي ليست بسيطة في المرحلة الحالية التي يحسب للكلمة فيها ألف حساب. يعني أي واحد يقول كلمة يتردد صداها في الشرق والغرب، الرئيس الفلاني قال كذا، الرئيس الفلاني قال كذا، إذن حاصروه أسقطوه. ورانا نشوف مؤامرة بالمناسبة في تونس الشقيقة، إن شاء الله برك أنه الخلافات السياسية لن تصل إلى وضع اليد في يد الأجنبي، لأنه البارح قرينا بأنه ذكر اسم الفيلسوف الصهيوني الفرنسي برنارد ليفي. وعندما يحضر اسم برنارد ليفي في أي مكان فالخطر داهم، يعني الرجل هذا كالغراب كما البومة، يعني يأتي ليأتي معه الخراب. فالمسألة كما قلت أنه الكلام الآن يختار بدقة. فالجزائر السؤال الآن كيف يمكن أن تحافظ على سياستها، أن ترفض الانخراط فيما سمته أجندات مشبوهة لا علم لنا بتفاصيلها، أن تحافظ على سياستها المقاومة للانبطاح، في نفس الوقت تحافظ على علاقتها مع موسكو مثل علاقتها مع واشنطن مثل علاقتها مع أوروبا والحلف الأطلسي. حتى الكلام عن إسبانيا في الحوار الأخير لرئيس الجمهورية كان كلام دقيق، أن التصرف الذي قامت به الحكومة ليس تصرفا مثاليا، ليس تصرف أصدقاء في الملف الصحراوي، ولكن لا عداوة لنا مع الشعب الإسباني الذي نكله كل الاحترام. فالمسألة كما قلت فيها كثير من الكلام، حتى المليار دولار الذي قالت الجزائر أنها ستمنحه لمشاريع إنمائية ومشاريع في قارة إفريقيا، بلدان كثيرة تفعل هذا الشيء. بدأ الكلام يعني حتى نظن باللي طولوا، أنا كنت نستنى في نفس اليوم الذي يصدر فيه الخبر والقرار يكون هنالك سيناريوهات تشبه سيناريوهات مسلسلات ودراما رمضان، بعضها كوميدي على يعني ليس حتى درامي. المليار سوف يصرفونه في كذا ولشراء ذمم كذا ولي، يا خويا يهضروا علينا وإحنا نصرفوا، يعني خلوا الشعب أنه يسأل، من حقه أن يسأل، ولكن أتحدث عن المراقبين والمتابعين خارج البلد، لما يعنيهم لا المليار ولا صاحب المليار ولا لمن سيصرف المليار، ولكن يحشرون أنوفهم في هذه المسألة حتى يقال بأن الجزائر تريد أن تلعب دورا محوريا باستعمال الأموال، وهذا شيء تفعله كثير من الدول كثير من الحكومات ولكن تلقى التصفيق والاحترام. أما إن تفعله الجزائر فهنالك دائما شكوك ومخاوف، لأن الدبلوماسية الجزائرية لها عقيدة لا تساعد الكثير إن طبقت، ولها مقاربات في ملفات كثيرة لا تساعد الكثير إن نفذت. وهذا الرجل بالمناسبة حتى الرئيس كان تكلم عن الدبلوماسية، ورمطل عمامرة يقوم بمجهود كبير في الدبلوماسية ولديه فريق كبير من الدبلوماسيين، حتى الشباب حتى يعني سفراء وغيرهم، وكان هنالك حركة كبيرة في سلك السفراء في الأيام الماضية، لا شك بأنها تعكس أيضا إرادة حقيقية من أجل بناء فعل دبلوماسي يتماشى مع المعطيات الحالية. عندما تقول أنك تنتمي إلى دول عدم الانحياز فيجب أن تكون مسؤول عن كلامك، لأنه حتى المفهوم تاع عدم الانحياز اختلف وتبدل، لا يمكن أن تحكم بمفاهيم تاع السبعينات مرحلة حالية خطيرة وفيها كثير من الألغام. يعني الدبلوماسية الآن تشبه السير فوق أرض ملغمة. سوف نتحدث عن هذا مع الدكتور عبد القادر صوفي، وهو الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبر الهاتف. دكتور صوفي مساء الخير، مرحبا بك. دكتور صوفي مساء الخير، أهلا بك. طيب أستاذ صوفي، كيف تقيس الجزائر مواقفها من موسكو والغرب في ظل الاصطفاف الحالي الموجود حاليا؟ جيد، يجب أن نعرف أن مؤسسو الدولة الجزائرية أو فلسفة قيام الدولة الجزائرية تقوم على مبادئ ثابتة، وتلك المبادئ وتلك القيم هي التي تحدد مخرجات الدولة الجزائرية. السياسة الداخلية دائما هي من حددت السياسة الخارجية الجزائرية. طبيعة المجتمع الجزائري، طبيعة المواطن الجزائري هي من حددت المواقف. يبقى دائما هو إن كانت الدولة معنوية إلا أنها تنطلق من المواقف الطبيعية
لسكانها لقياداتها لحكومتها. فيما يخص الموقف الجزائري تجاه القضية الأوكرانية، يجب أن ندرك أن لم يكن يوم هناك قطيعة بين الجزائر وأوكرانيا، لأن غلق السفارة الجزائرية في أوكرانيا جاء بناء على متطلبات أمنية، لأن الأمن لم يكن متوفرا، وبالتالي تم إجلاء الرعاية سواء كان الجزائريين أو غير الجزائريين. السفارة الجزائرية كانت مهددة في كيانها بسبب الأوضاع المتردية هناك، وغلقت على هذا الأساس، علما أن السفارة الأوكرانية في الجزائر لم تغلق، بل بالعكس طبيعة العلاقات بقيت دائما على حالها. ثانيا، يجب أن نتذكر أن الجزائر أول ما كانت على رأس الوفد العربي من أجل مسائل حديدة لتسوية بين الجارتين أوكرانيا وروسيا، ولم تكن يوما تابعة في قراراتها أو خاضعة في قراراتها أو متحيزة في قراراتها أو مواقفها لصالح طرف دون الآخر. اليوم الجزائر بولوجها مرة ثانية إلى الساحة الدولية كفاعل إقليمي، يعني أن الفاعل الإقليمي هذا عنده مواقف، ومواقفه نابعة من ذاته، من مصالحه، من قيمه، ولا تملى عليه. الجزائر دائما ما عرفت بمواقفها بما سميت عدم الانحياز الإيجابي، وبالتالي موقفها اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو اتجاه دول صديقة وشقيقة أو دول عدوة دائما ما كانت منطلقاتها هي المنطلقات التي تؤمن بها الدولة الجزائرية، يؤمن بها النظام الجزائري، وقبلا يؤمن بها الشعب الجزائري. فمواقف الجزائر طيب اتجاه القضية الأوكرانية هي مواقف ثابتة، صحيح، مواقف ثابتة من وراء الكيان الصهيوني. طيب أستاذ صوفي، حتى نعكس هذا الكلام أو هذا تسمعني؟ نعم أسمعك. أيوة، حتى نعكس هذا الكلام على مستوى نظري، على مستوى المبادئ متفقون، يعني على أساس أن الجزائر تلتزم بمواقف ثابتة. على مستوى الفعل، مثلا مؤخرا كان هنالك امتناع عن التصويت في قرار ضد روسيا للجمعية العامة للأمم المتحدة، هنالك زيارة تتأخر، يعني لا نعرف تاريخها الآن، إلى موسكو. كان هنالك حتى لقاءات مع مسؤولين كبار أمريكيين أتوا إلى الجزائر. يعني على مستوى الأفعال، كيف يمكن أن نبني أو أن نحلل السياسة الخارجية في ظل هذا الاصطفاف بين الشرق والغرب؟ أنا دائما أنطلق من المواقف الجزائرية من أجل تحديد طبيعة هذه العلاقات. فاليوم الجزائر أعادت بناء المقاربة الخارجية بناء على مجموعة من المنطلقات والركائز الدبلوماسية المصلحية التي تنطلق من الاقتصاد، الدبلوماسية السياسية، الدبلوماسية النضالية، والدبلوماسية الشعبية والثقافية، كلها تنبع من المواقف الفعلية والحقيقية ومتطلبات كيان الجزائر كدولة في مجتمع دولي تعمل على الاستمرار والبقاء مع الديمومة. وعلى هذا الأساس مواقفها حتى في دعني أقول في الأوضاع المتردية بقيت ثابتة إزاء القضايا الجوهرية التي تؤمن بها ويؤمن بها الشعب الجزائري. الولايات المتحدة الأمريكية، ذكر رئيس الجمهورية أنها كانت ولا تزال دولة صديقة وتربط بها علاقات متميزة، سواء كان في بداية استقلال الجزائر أو في مراحل أخرى، أين شكلت لجان مشتركة أمنية تعمل على تقارب المواقف إزاء قضايا. الولايات المتحدة الأمريكية تحترم كثيرا الجزائر في المواقف، والدليل أن القادة الأمريكيين أو الكثير من دعني أقول الضالعين في الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون عن الجزائر باحترام، سواء كان في مواقفها أو كدولة ككيان، وهي التي تبقى ضامنا للأمن والسلم في المنطقة الإفريقية، في منطقة الساحل والصحراء.
ثانياً أنه العلاقات الجزائرية الروسية هي علاقات متميزة، وكل دولة لها الحق أن تبني علاقات مع شركائها ومع أصدقائها. صحيح. ولذلك لكن بتميز. صحيح. ولذلك دكتور صوفي شراكات استراتيجية وعميقة، وهناك من تبني معه شراكات سطحية أو متوسطة. ولذلك السؤال، لماذا الضغط على الجزائر بالذات؟ يعني دول كبيرة مثل الصين، نعرف يعني الصين حتى الآن يسألون عن موقفها، هل هي مع روسيا أم لا؟ مثل الهند، شفنا البارح اجتماع مجموعة العشرين برئاسة الهند، هنالك يعني تردد في اتخاذ موقف صريح. الاحتلال الصهيوني أو إسرائيل بين قوسين، زيلينسكي يقول لهم اليوم عليكم أن تدعمونا مباشرة ولا تلعبوا دور الوسيط. يعني كاين دول كبيرة وقوى على الورق هي كبيرة وكبيرة فعلا، ولكنها لا تتخذ مواقف مع أو ضد، في حين أن الجزائر يطالبونها بمع أو ضد. والغريب أن من يطالبها هي دول يعني انحازت بشكل كبير وفضحت في سياستها الخارجية وستدفع الثمن عن هذا الموقف ربما لاحقا، أليس كذلك؟ طبيعة الحال أنت سرقادة تتحدث تقريبا عن فكر القطبين. أيوة. إما أنك مع الفكر الغربي أو أنك مع الفكر دعني أقول الروسي، معنى الموقف الروسي، لكن الكثير لا يعلم أن هناك الموقف الثالث. الموقف الثالث هو موقف الذي تصنعه الجزائر في المحفل الدولي، ويعلمون أن الجزائر لا يمكنها أن تخضع لا للتيار ألف أو للتيار باء، بل بالعكس هي دولة من شأنها أن تجر من وراءها الكثير من الدول التي تعتبر بالنسبة لهم الجزائر قاطرة. ونحن نتحدث عن الموقف الإفريقي، نحن نتحدث عن الموقف العربي، نحن نتحدث عن الموقف الإسلامي، نحن نتحدث عن موقف دول عدم الانحياز، وبالتالي نحن نتحدث عن كتلة غير الكتلة التي تطرح الأفكار اليوم أنك إما أن تكون في القطب الغربي أو الشرقي أو تنتمي إلى أحد الأقطاب، لكن يمكنك أن تكون متميزا مع بناء شراكات صادقة مع جميع الدول، وقد تكون بتفاضل لكن تكون من حيث العلاقة على نفس قدم المساواة. وهل يمكن الصمود في هذا الموقف أم أننا ننتظر المعطيات الجديدة أستاذ صوفي؟ تعرف المقولة الجزائرية، علي موت واقف. هل تسمعني؟ أسمعك، بس احنا نريد أن نبقى أحياء وواقفون يعني. نعم، هذه المقولة الجزائرية. الجزائري لن يحيد عن مواقفه، عن أنت تعلم أن الجزائرية تعرضت لأشنع الاستعمار الاستثماري والاستيطاني على مر التاريخ وعلى مر الزمن، لكن المواقف هذه، هذه الجينات اللي في الجزائر، القيم واللي هي التي جعلته يصمد ويبقى وينتصر ويعود إلى المحفل الدولي ما دام مرينا بمراحل خاصة مرحلة التسعينيات، هي مرحلة استثنائية. الجزائر ايتي فاكسيني، معنى ان الضربة التي تلقتها الجزائر في مرحلة التسعينيات، وكنا الدولة الوحيدة في العالم التي تتخبط في تلك المشاكل على مرأى ومسمع العالم، ولم يحرك أحدا ساكنا، بل بالعكس كان الكثير من الأشقاء وكثير من الأصدقاء وكثير من الدول من حاولوا يعني أقول التفكيك والإنهاء الوجود الجزائري، لكن وبفضل الله، الحمد لله، وبفضل الرجال وبفضل الإيمان بالوجود بالجزائر، استطعنا أن نتجاوز هذه المحن وخرجنا أقوياء. ما لا يقتل يقوي، أظن أن اليوم الجزائر عادت وبقوة،
بقوة كبيرة، خاصة عندما يكون عندك رئيس يتحدث لغة الشعب، يتحدث اللغة المواقف الثابتة التي يحبها الجميع. كارل فون كلوزفيتش يقول أنه مهما كانت قوة الدولة فيجب أن تكون قوتها مستمدة من قوة الجبهة الداخلية، صحيح، المجتمع. وبالتالي ما دام هناك المجتمع متماسك مهما كان الأعداء ومهما كثروا تبقى دائما واقفا يا علي ولن تموت. أيوة. وبالمناسبة كلامك يتلاقى مع اليوم تحقيق طويل نشرته مجلة أمريكية بأن الجزائريين تفوقوا على، يعني كانوا يتكلمون عن أوكرانيا والروس، بأن الجزائريين كمثال تفوقوا على الاستعمار الفرنسي بفضل الصلابة الاجتماعية، وهذا ما تقوله أنت أيضا هنا دكتور. يعطيك صحة دكتور عبد القادر السوفي. أنا الله شكرا لك على الاستضافة. أستاذ الجامعي والمحلل السياسي، يعطيك صحة، شكرا جزيلا. الرئيس تبون تحدث عن المساعدات الجزائرية إلى الدول الإفريقية تاع المليار، هذا المليار الذي دوخ البعض، ونعاود نقولها، المواطن الجزائري من حقه أن يسأل أين يصرف كل فلس في الخزينة العمومية. المال مال الشعب والخزينة العمومية اسمها عمومية. بالصح أنا أتحدث هنا وكلامي موجه في حلقات سابقة وفي هذه الحلقة لمن هم خارج الجزائر ولا يعنيهم الأمر، يعني المليار ماشي مليارهم والدراهم ماشي دراهمهم والخزينة ماشي خزينتهم. بصح الهضرة يا أخويا لسانت فسيذهبون ويشترون ورشوة لإفريقيا، وما إلا رشوة لإفريقيا لا والو. ذهبت إلى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتي سوف تمول بها مشاريع إنمائية، والرئيس كان واضح في حواره قال ماشي كاع المليار يصرف مرة واحدة وإنما على فترات وعلى مراحل، بئر هنا مدرسة هنا في إفريقيا في تشاد في مالي في يعني في أي دولة لنا لها علاقات قوية، تشاد لا أعرف، تشاد تقريبا تغيرت السياسة، في مالي في دول نيجر في كذا، في يعني كل دولة فيها عندنا شراكة استراتيجية ممكن أن يكون هنالك تعاون في هذا السياق. المال ذهب لمشاريع صغيرة لكن التأثير والفائدة ستكون كبيرة، وهذه هي اللي يسموها الدبلوماسية الاقتصادية، الدبلوماسية الاقتصادية. فسوف أسأل عن هذا الموضوع، ولكن بما أنه نهضروا على الدراهم والزملاء أمروني هنا الدراهم، فسيتم اليوم كان هنالك تصريح لوزير العمل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة تحدث فيه عن صب كل المعاشات قبل شهر رمضان، يعني أمر عادي كان متوقع، حتى مع بداية فيفري كان هنالك حديث رسمي على أن كل المعاشات ستصرف، يعني زيادات ستكون قبل رمضان، وإلا ما فائدتها؟ يعني إذا كان الرئيس يقول المعركة الأساسية الآن هي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعدوي هو عدم التنمية، يعني عدوي كدولة هو عدم التنمية، أننا لا ننمي مشاريع لا نقوم بمشاريع، والمعركة الأساسية هي الحفاظ على جيوب المواطنين على قدرتهم الشرائية، أن الواحد لما يروح للسوق يشتري ما يحتاجه بالمال الذي يملكه وعلى قدر المستطاع طبعا. فاليوم وزير العمل تحدث على أن الزيادات ستكون في قبل رمضان، يعني من 10 إلى غاية 20 مارس، وبالنسبة لزيادات التقاعد سيستفيد منها 8 ملايين شخص، زيادات في الأجور سيستفيد منها 2,800,000 شخص، 90% منهم موظفون و10% متعاقدون. منحة التقاعد ستمس 2,985,000 مستفيد، منحة البطالة تمس 2,000,000 مستفيد، أرقام كبيرة وأعداد كبيرة من المستفيدين، حتى وإن رأى البعض أنها زيادات غير كافية لأنه كاين أسعار ترتفع والدولة تحارب المضاربة وتحاول أن توفر المؤونة. صح، البركة في القليل، يعني الحكومات الآن لا ترفع الأجور وإنما تقتطع الأجور، فمن حق المواطن نعود نقول أن يسأل عن أي فلس وأن يطالب بزيادة تحفظ له كرامته، ومن حق الدولة أن يكون لها حسابات خاصة. يعني عندما قال الرئيس تبون في الحوار بأننا نزيد، صحيح أن قرار رفع الأجور بنسبة 47% بحلول سنة 2024
وهذا الأمر لم يتم منذ نحو 10 سنوات ل 15 سنة لم يسجل في الجزائر أي رفع للأجور. كانوا يرفعون أموالهم ويرفعون عماراتهم ويرفعوا ويضاعفون سفرياتهم، ولكن الآن كاين رفع للأجور منذ 15 سنة لم يتم وبنسبة 47% في سنة 2024 مع الحفاظ على التوازنات المالية. هذه هي الجملة التي سأسأل فيها ضيفي الآن، ماذا يعني الحفاظ على التوازنات المالية وإلى أي مدى ستصمد هذه التوازنات المالية أمام رفع الأجور، وهل نتوقع رفعا أكبر للأجور إذا ما كانت الصحة نتاع الموازنات المالية مليحة؟ معنا الأستاذ عبد الرحمن هادف الخبير الاقتصادي. أستاذ هادف مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير، أهلا سيقادة وكل المتفرجين قناة الشروق. أهلا بك. طيب قبل الأجور أستاذ هادف لو تكرمت نعود نرجعك للمليار تاع إفريقيا، رغم أن الرئيس شرح ورغم أن الخبراء أيضا شرحوا، لكن المسألة تبدو أيضا مبهمة بالنسبة إلى بعض المواطنين ومادة يغذي فيها بعض الأطراف الشكوك. يمكن القول أن المليار دولار هذا يؤسس لدبلوماسية اقتصادية لتواجد جزائري في القارة السمراء، ما رأيك؟ بالطبع اليوم خلينا نقول أخ أدا أن الجزائر يعني في توجهها الجديد، يعني هي في مرحلة تموقع على المستوى الدولي وخاصة على المستوى الجهوي في قارة إفريقيا، وبالتالي هذا التوجه يحتاج إلى آليات. واليوم كان تكلم رئيس الجمهورية على تفعيل دور وكالة التعاون الدولي للتنمية والتضامن اللي هي نفس الوكالة موجودة في كل الدول المتقدمة، وبالتالي الجزائر استحدثت هذه الوكالة على مستوى رئاسة الجمهورية ليعني الذهاب في توجه جديد للتموقع على المستوى الدولي. وبالتالي لما نتكلم اليوم على تخصيص ميزانية لهذا التوجه، يعني هذا الشيء أكثر من عادي وضروري، لأنه اليوم الجزائر ماشية على الانفتاح للأسواق العالمية وخاصة الأسواق المجاورة في إفريقيا، وبالتالي اليوم يجب أن تكون عندك يعني تفرض نفسك وتأثر على يعني دول الجوار من خلال يعني تواجد مش بالكلام ولكن تواجد أيضا بآليات مثل آلية وكالة التعاون الدولي. والآليات اليوم هي عن طريق أولا الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية بصفة عامة، ولكن عن طريق أيضا استثمارات حقيقية في الميدان، وهذا ما أشر له رئيس الجمهورية في خطابه مع الصحافة ونتكلم على مشاريع تنموية حيوية في بعض الدول، نذكر على سبيل المثال مالي، نيجر، موريتانيا، اللي من خلال هذه المشاريع راح نعطي يعني صورة جديدة بالنسبة للجزائر، لأنه اليوم هذه خلينا نقول أنها خطوة استباقية في التوجهين، يعني لها بعدين. الأول بعد اقتصادي، وبالتالي لما نستثمر في هذه الدول يمكن بسهولة أنه يعني المؤسسات الجزائرية وكذا يعني المتعاملين الاقتصاديين أنهم يتنقلوا ويتوجهوا إلى هذه الدول، وممكن أنه تكون فيه شراكات وفيه تبادل تجاري. والبعد الثاني وهو بعد اجتماعي، خلينا نقول لك الأخ قادة أنه اليوم فيه ظاهرة يعني أصبحت اليوم ظاهرة للعيان في الجزائر، وهو ظاهرة الهجرة الجماعية وليس الهجرة يعني الفردية. وبالتالي نرى في شوارعنا اليوم يعني كثير من يعني النازحين من دول الإفريقية أصبحوا يعني في الجزائر بأعداد يعني تتزايد يوم بعد يوم، وبالتالي اليوم من المفروض أن الجزائر تلعب دورها يعني في تثبيت هذه الهجرة في الدول يعني التي تأتي منها، ومن خلال يعني مشاريع. اليوم نتكلم يعني على مشاريع حيوية، يعني الكل مرتبط الآن. إذا حاولنا ربط مسألة الدبلوماسية الاقتصادية، الجزائر تريد أن يكون لها حضور مليار دولار هنا، ربما يكون لها أيضا مشاريع هنا، وما بين الوضع الداخلي. الوضع الداخلي نحكيه على الأجور الآن وعلى الزيادات في الأجور. الحكومة تقول هذه أجور لم ترتفع منذ 10 أو 15 سنة، الرئيس يقول
مستعد لرفعها أكثر بالمراهنة أو بالاعتماد على التوازنات المالية. ما معنى هذا الكلام وإلى أي مدى يمكن أن نحقق الحضور الدولي مع الإبقاء على أجور تحفظ الكرامة ونكسب معركة القدرة الشرائية سواء قبل رمضان ولا بعد رمضان؟ لا، اليوم نظن أنه يجب أن يكون في عمل يعني على المدى البعيد، يعني ليس عمل اللي سد حاجيات رمضان. وأيضا لما نتكلم على التوازنات المالية الأخقادة، خلينا نقول أنه من خلال قانون المالية 2023 الحكومة كانت عملت خيارين أساسيين، وهو تعزيز يعني المكتسبات الاجتماعية وخاصة يعني الحفاظ على القدرة الشرائية، وبالتالي رأينا أنه فيه يعني زيادة معتبرة في يعني ميزانية التسيير، وخاصة في كتلة الأجور. وهذا كان من بين خيارات الحكومة، لأنها كان عندها خيارات أخرى، ولكن يعني كانت ممكن أنها تكون لها أثر سلبي على الجبهة الاجتماعية. وبالتالي هذا الجانب يعني، وهو كما قال رئيس الجمهورية، يعني هو تدارك يعني لتأخر يعني دام أكثر من 10 سنوات في يعني رفع الأجور. واليوم كان فيه إجراءات يعني برفع أجور بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة. خلينا نذكر أيضا يعني بإلغاء الضرائب على الدخل الإجمالي للأجور اللي ما تعداش 30,000 دينار. وبالتالي هنا يعني في خيار بالنسبة للدولة. ولما نتكلم على التوازنات المالية، هي تقاس يعني بالعجز يعني في الميزانية. ما دام اليوم العجز في الميزانية ممكن أن يكون يعني ممول من خلال ميكانيزمات، من خلال السياسة النقدية، وكذا من خلال أيضا السياسة الجبائية في رفع من نسبة التحصيل وكذا. يعني اليوم الأمر يعني ممكن أنه نسيره. ولكن اليوم أيضا رئيس الجمهورية، خلينا نذكر أنه في لقائه ما قبل الأخير مع الصحافة ربط هذه الزيادات، يعني قال أنه نقدر نزيد في 2023 و2024، ولكن ربط هذه الزيادات بالرجوع إلى قيمة العمل. وهنا نتكلم على التنمية، لأنه لما قال في لقائه الأخير أنه غير راضي والعدو يعني هو لا تنمية والنظام 8-3 التوازنات هذه نحتفظ عليها بصفة مستدامة. لما نتكلم على التنمية، خلينا نقول نتكلم على النمو، والنمو هو اللي يخلق الثروة وهو اللي يرجع التوازنات المالية. يعني الأمر مرتبط من ناحية الحكومة بتفادي نسبة كبيرة للعجز في الميزانية، ومرتبط من ناحية أخرى بأداء الطبقة العاملة وهو رفع مستوى المشاريع والتنمية. بالطبع هنا يعني المسؤوليه مزدوجه، يجب ايضا انه تكون فيه يعني وعي لدى الطبقه العامله يعني الشغيله، يعني انها تبدا المجهود اللازم لانه باش يكون فيه تنميه وتكون فيه نمو مستدام. وفي نفس الوقت خلي يقول انه نرجع ل يعني رساله رئيس الجمهوريه، لانه فيه يعني تاخر في تجسيد هذه الخيارات اللي قامت بها الحكومة. قلت لك خذت خيارين، الأول تعزيز الجبهة الاجتماعية وحماية يعني القدرة الشرائية، وخاصة مع تواجد ظاهرة التضخم اللي أصبحت ظاهرة عالمية. والخيار الثاني اللي كانت قامت به الحكومة في من خلال قانون المالية، وهو الذهاب إلى يعني رفع من الاستثمارات العمومية. كان فيه زيادة في ميزانية التجهيز، ولكن اليوم الشيء اللي رانا نلاحظوه، وهذا نظن ما أثار حفيظة رئيس الجمهورية، أنه فيه ثقل في الشهر الثاني من سنة 2023، فيه ثقل يعني في تجسيد هذه الخيارات. والمواطن اليوم من حقه أنه يتساءل، لأنه كان ينتظر فيه ديناميكية في النشاط الاقتصادي، يجب أن تكون فيه يعني أثر في هذه الخيارات اللي أخذتها الحكومة. ولكن اليوم هذا هو الإشكال، ونظن أنه رئيس الجمهورية يتكلم على هذا الأمر. التنمية تأتي من خلال تجسيد يعني المشاريع الاستثمارية، واليوم نرى أنه فيه تأخر، يجب التدارك هذا التأخر من خلال محاربة، ونرجع محاربة ظاهرة البيروقراطية، من خلال
أيضا عصرنة منظومة الحنكرة من خلال أيضا تعميم الرقمنة. صحيح. يعني من الرقمنة هذه أصبحت هما جماعيا، حتى الرئيس يشكو من الرقمنة التي لم تنفذ للأسف الشديد بسبب التقاعس البيروقراطية والضبابية. يعطيك الصحة أستاذ عبد الرحمن هادف، شكرا لك الله فيك. شكرا الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة المهمة، شكرا جزيلا. بعد الفاصل سوف نسأل، نوادي كرة القدم في البطولة ضحت بأكثر من نصف المدربين، سياسة كبش الفداء والأموال الضائعة ما تزال، بعد الفاصل. بطولة العجائب والغرائب، نحكيه على البطولة المحترفة لكرة القدم، البطولة التي ضحت بغالبية المدربين حتى الآن. يعني تصوروا بعد نصف الطريق، نصف البطولة، كل الفرق غيرت مدربيها ما عدا فريق شباب بلوزداد واتحاد خنشلة، لأنه خير الدين ماضوي في شباب قسنطينة ما تزال الأخبار بين، وإذا ترسم خير الدين ماضوي أنه ذهب أيضا فسيكون هنالك ناديان فقط لم يغيره، لهما كما قلت شباب بلوزداد واتحاد خنشلة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في المحترف الأول. إلى غاية اليوم عندنا 13 مدرب غادروا مناصبهم، والحصيلة مرشحة للارتفاع، بلك تكون 14 مع خير الدين ماضوي، وإمكانية استغناء أيضا بلوزداد عن مدربه نبيل الكوكي في أي لحظة. نعطيكم قائمة المدربين تعاقبوا على النوادي بلوزداد مثلا، فيها الكوكي، قسنطينة خير الدين ماضوي، الصورة فيها التونسي نصيف البياوي والتونسي منصف جردودي ومصطفى جليد، مولودية الجزائر كان فيها البوسني فاروق هاتزريبيتش وفوزي البنزرتي، وفاق سطيف كان فيها حسام البدري المصري، خالد الموشية، شهاب الليلي التونسي، والآن بلال زيري، اتحاد الجزائر بوعلام شارف والآن عبد الحق بن شيخة، مولودية وهران كان فيها عمراني والآن عمر بالعطوي، وبالعطوي تاني راهو على شعرة، اتحاد خنشلة نبيل نغيز، اللهم أدم الاستقرار لنبيل نغيز، ونجم قراز الدين رحيم، والتونسي سمير الجويني بعده، هو أمل الأربعاء هاشمي محمد فيصل كبيش، ومن بعد رحماني بوزيان، بسكرة كان فيها حجار، من بعد بوزيدي، من بعد بوطاجين، الآن أولمبي شلف كان فيها بغرارة والآن عبد القادر عمراني، مولودية البيض كان فيها بن سليمان والآن شريف حجار، وبارادو كان فيها البرتغالي شالوم بعد ندير الكناوي، القبائل كان فيها البلجيكي ريغا ومن بعد عمراني والآن حمدي، هلال شلغوم العيد كان فيها مزيان إغيل، توفيق روابح، عماد مهال، حبير نعمون والآن لطفي يسعد. ما شاء الله، كأهادوا فاتوا في نصف البطولة، فهل هذا يعتبر أمرا عاديا؟ أسأل زميلي عادل زكري الصحفي الرياضي. عادل مساء الخير، مرحبا بك. عادل مساء الخير، عادل زكري زميلي الصحفي الرياضي. طيب عادل، سوف نعيد الاتصال به بعد قليل. وكما قلت كل هذه أسماء المدربين تغيروا، المدرب كبش الفداء هكذا دائما الصورة، النتائج سيئة، جمهور غاضب، ما ندبح المدرب، ذبيحة كبيرة سمينة، وهو أيضا يدي ملايير ويدي ملايين، يعني هو ليس الضحية الذي مسكين تم طرده، وليس هنالك فيلسون في جيبه. بزي يعود ولا عادل زكري مكتر رح نكمل المسرحية. عادل زكري مساء الخير، مرحبا بك. مساء الأنوار. طيب عادل، أنا عددت الآن أسماء المدربين الذين تغيروا، غالبية النوادي غيرت المدربين، هل هذا عادي ولا حاجة نورمال في بطولتنا؟ لا، حاجة كما يقولوا غالبا تحدث في البطولة، القول عليها أنها بطولة محترفة، ما يحدث في هذا الموسم لا يمس أي صلة بالاحتراف، لأن لما نتكلم على نادي محترف لازم يكون عنده مشروع رياضي، لازم تكون عنده سياسة، لازم يكون المسير عنده بعد النظر، يعني يمشي على الأقل تكون عنده خارطة الطريق على الأقل لموسمين أو ثلاث مواسم. للأسف الشديد نشوفه اليوم، يعني المشهد، يعني كل النوادي المحترفة تسبح في فلك الفوضى، نقولها بكل صراحة، تسبح في فلك الفوضى، لا مشروع رياضي، لا سياسة ناجحة،
الكل يلهث ويجري وراء النتائج الآنية مهما كلف ذلك. طيب مهما من المسؤول؟ هل المسؤول هل المسؤول هم رؤساء النوادي أم المدربون في حد ذاتهم أم الأنصار الذين يضغطون؟ لا لا لا، المسؤول الأول بالدرجة الأولى، المسؤول الأول بالدرجة الأولى هو 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 رئيس النادي، لأنه هو المسؤول الأول عن الفريق، هو الذي يجب أن يضع خارطة الطريق أو سياسة رشيدة تمشي عليها يمشي عليها النادي. للأسف الشديد التجارب اللي رانا نعيشها البطولة المحترفة يعني في معظم النوادي هي تجارب فاشلة للأسف الشديد. قلت لك يبحثوا عن الحلول الترقيعية، تارة يستسلمون لضغط الشارع حتى ولو كان المسؤول يعني عنده كفاءة وعنده خبرة وتمرس في التسيير الرياضي، لكن تجده في نهاية المطاف يرضخ ويستسلم لضغط المناصر. ولكن يعني قد يقول لك البعض عادل بأن حتى المدرب كاين اللي يتعاقد على حساب عقد زميله، وكاين اللي يذهب إلى النادي فقط يسأل عن أجرته وعن مزاياه بدون ما يسأل عن المشروع في حد ذاته. ماليش أنا نعود نرجع لك سؤال، نطرح لك سؤالك. هل ترى هل فيه مدرب يفرض نفسه يعني بالقوة على أي رئيس نادي؟ الجواب بطبيعة الحال راح يكون لا. يعني أنت يا رئيس نادي، أنت راك مسؤول، عندك سلطة القرار، عندك الخيار سواء يعني تمشي وتتعاقد مع المدرب فلاني على حساب الآخر، تشوف السيرة الذاتية. اليوم راه قلت لك علاش لما استعملت أنا النوادي راهي تمشي في فلك الفوضى، علاش قلت لك هذا؟ اليوم نشوفوا يعني المجال تاع وكلاء المدربين واللاعبين راهي فوضى، اسمح لي يعني الناس ما عندهاش اعتمادات، تجد إعلام يصبح مناجير، تجد لاعب سابق يصبح وكيل أعمال، تجد مدرب أو لاعب يسجد بواحد من أفراد عائلته هو اللي يشرف على الأعمال. يعني رانا نسبح في فلك فوضى، ما كاش تنظيم، ما كاش قانون، رانا كل شيء راه يمشي. طيب دخول المدربين الأجانب هل غير من هذه الفوضى أم زادها تفاقما عادل؟ ما شوف المدربين الأجانب احنا لازم نقولها بكل صراحة، احنا المدربين اللي جوا البطولة الجزائرية ما تكلمناش على استثناءات، ربما البعض يقول لك لا المدرب فلاني او احنا الشاذ لا يقاس عليه، لكن بصفة عامة يا اخي يكفينا مهازل. مدربين ما عندهم شهادات ما يقدروش يقعدوا مانتا في البوديتوش لانهم لا يملكون الدبلوم وشهادات، يجوا يتعاقدوا معهم رؤساء النوادي بالعملة الصعبة ويجيبوهم يدربوا، يعطوهم يصيروا يشرفوا على تدريب الأندية كبار اللي عندها تاريخ وعندها حتى شهداء. بالمقابل تجد الإطارات الجزائرية من المدربين أثبتوا الكفاءة تاعهم يتعرضون للتهميش. هذا ما يلزمش، يجب التدخل يعني إيقاف هذا النزيف. المدربين اللي راهم الأجانب اللي راهم يجوا يدربوا في الجزائر هم من الدرجة الثانية. وهل يمكن القول بأن المدرب ما يزال حتى الآن هو كبش الفداء بالنظر إلى سوء النتائج أيضا؟ المدرب دائما الكبش الفداء، كما قلت لك المدرب لا يفرض نفسه على أي نادي. المدرب يجي اتصال من رئيس فريق، حنا نسمع الأسطوانات رنانة أعجبني المشروع الرياضي، ما كان لا مشروع ولا سياسة رشيدة في النوادي المحترفة إلا من رحم ربي. البعض القلة القليلة اللي عندها نية وعندها إخلاص اللي حابة تمشي، حنا نتكلموا بصفة عامة. المشهد لما أنت تشوف اليوم 13 يعني خلينا نقول لازاد نضم خيرتين مضوي مدرب شباب قسنطينة إلى قائمة المدربين المغادرين، يعني راح نستثني فريقين فقط، وحتى كي يقولوا فريقين فقط يعني حتى المدرب التونسي نبيل الكوكي راه اونتر بارونتيز كما نقولوا احنا بالفرنسي راه سوسي، يعني مازال كلام كثير يقال عليه، راه مهدد بمقصلة الإقالة. نستثني اتحاد خشلة فقط، كل المدربين حتى النادي الذي لا يملك يعني قاعدة جماهيرية وما عندوش ضغط الشارع مثل ما هو الحال عند بقية النوادي، ونتكلم على أتلتيك بارادو وغير هذا الموسم المدرب، يعني هذه ظاهرة هذه لازم تستوقف يعني أهل الاختصاص ويعالجوا الحلول، لأنه مستحيل أن نطور كرة القدم ومستحيل نطالب بنتائج محلية وحتى يعني مجارات النوادي الجيران والنوادي الأفارقة ونحن لا نملك، يعني الحلقة يعني المفقودة هو الاستقرار غائب.
لهذا شفنا يعني حتى لما نتكلم عن الاستقرار ماشي من الناحيه الماليه، يعني كاين النوادي اللي عندها استقرار مالي، نعطيك مثال بولجيكا الجزائر او يعني نوادي كبيره، لكن للاسف الشديد يعني الاستقرار على الجهاز الفني غير موجود. وشوفوا باللي يعني اهل الاختصاص والعام والخاص يتفق انه لما ما يكونش كاين استقرار في الجهاز الفني راح ينعكس بشكل مباشر يعني بشكل سلبي على نتائج النوادي. ولما نشوفوا احنا نديروا اسقاط يعني نسلطوا الضوء على ترتيب البطوله المحترفه، يعني النوادي اللي غيرت كثير مدربين وما عندهاش استقرار في العارضه الفنيه نتائجها راهي هزيله هذا الموسم. شكرا لك عادل زكريا الصحفي الرياضي، كنت معي عبر الهاتف. شكرا عادل. شكرا، بارك الله فيكم. نروح الى خبر اخر. المغني المغربي سعد المجرد حكم عليه بالسجن 6 سنوات او 7 سنوات، باش ما نقلع عليه شعب. الحكم بحبس المجرد 7 سنوات، أو هي طالبة النيابة العامة الفرنسية، ولكن حكم عليه ب6 سنوات في قضية الاعتداء على فتاة فرنسية لورا. تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2016 بعدما قالت امرأة فرنسية أن المجرد اعتدى عليها في فندق ضخم في شانزليزي بينما كانت تحت تأثير الكحول والكوكايين. محامي المطرب المغربي سعد المجرد الفرنسي جان مارك فيديدا قال أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس مثير للدهشة، منتقدا هذا الحكم لأنه يقول بأنه ما كانش ولا دليل مادي أو عنصر طبي. وقال في مقابلة مع قناة العربية إن المحكمة فضلت رواية الضحية على رواية المجرد، يعني رواية فلم يكن هنالك شخص ثالث معهما في الفندق. كيف ما كانش معهم شخص ثالثة والشيطان شكاني دراستي. المحامي هذا ما يعرف والو، قال لك ما كانش معهم شخص ثالث. طيب معي محمد علال عبر الهاتف. محمد مساء الخير. بخير طبعا. محمد أسألك سريعا عن حالة الجدل التي أثارتها قضية سعد المجرد بين منقسم، يعني البعض يؤيده من الفنانين والبعض ينتقدوه، كيف ترى هذا الجدل عبر تويتر والفيسبوك؟ والله انا اكيد هو حاله انقسام، هناك من يتعاطف مع سعد المجرد بحكم انه شاب وفي بدايه الطريق ولديه صوت ولديه امكانيات وجمهور، وهناك ايضا من يدينه لانه جرائم من هذا النوع غير قابله في المجتمعات الغربيه وايضا العربيه، خاصة أنه سعد المجرد تكررت هذه الحادثة لديه عدة مرات بناء على العديد من الشهود في أمريكا وبعض الدول، بالتالي هو محل جدل من هذه النقطة بالذات. صدور الحكم أكيد هو قاسي جدا، سيحطم سعد المجرد كفنان، أعتقد أنها نهايته الفنية الآن، كتب نهايته الفنية، خاصة أنه العقوبة أيضا ترتبط بعدم دخوله إلى فرنسا 5 سنوات وعدم التعامل معه، إذا هو انتهى بالنسبة. لا هو المشكل أيضا في المواقف محمد، ليس فقط مواقف الناس العاديين المعجبين الذين قد يصطفوا لصالحه أو من ينتقده فنيا، لكن الفنانين، شفنا فنانة شاركته ديو اللي هي إليسا سحبت الأغنية ربما شعرت بالخجل. صحيح. بصح كاين فنانين يدافعون عنه من باب الانتماء لنفس الوطن او شاركوه برنامج مسابقات، يعني كيف يسمحون خصوصا فنانة امرأة تسمح بان تقف ضد جريمة اعتداء على فتاة او على امرأة لانها تعرف المغني او الفاعل او المتهم؟ قال انا في تقديري القضاء لم يظلم، يعني أنا تابعت الحيثيات وجدته في تقديري مدان، يعني كل الأمور توحي، لأن هناك دائما هذه القضايا تثار وتسودها ربما شبهة العنصرية، شبهة التمييز أنه فنان عربي، ولكن كل الحيثيات تؤكد هو بنفسه لم ينكر التهمة، فبالتالي هو مدان مع سبق الإصرار والترصد، ربما مريض نفسي، ربما يعاني من اضطرابات، هو مدمن كما قال أنه مدمن مخدرات وأيضا كان في حالة إدمان شديدة متطورة، فبالتالي التعاطف معه في هذا الأمر أعتقد لا غير مجدي، لأنه
بغض النظر على 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 على, على لأنه شاب فنان أو يعني كما قلت أنت هناك يعني تعاطف غير مبرر في تقديري. القضاء لم يظلم سعد المجرد بل بالعكس هو ظلم نفسه شكرا لك نعم بالضبط شكرا لك محمد يعطيك الصحة على هذه المداخلة المهمة يعطيك الصحة محمد علال زميلنا الصحفي كنت تعلق معي على قضية سعد المجرد. انتهى البرنامج نلتقي في الغد إن شاء الله.